فهاي الإشاعة انسوها غلط. هذا مش زي حديد زمان. ليش؟ لأنه هذا معاد تدويره. طبعا هذه الإشاعة مصيبة، يعني هاي مصيبة، لأنه إذا ما تم إعادة تدوير الحديد راح يصير في عندنا أزمة على الكوكب. فلا، هذا الحديد صح أعيد تدويره، ولكن أعيد تدويره وفق معايير جودة عالية تتفوق على الحديد المصنع لأول مرة. أيضا في شيء مهم، أنه الحديد المعاد تدويره يختلف عن الحديد المعاد تصنيعه. الحديد المعاد تصنيعه لا، ديروا بالكم منه، لكن الحديد المعاد تدويره اللي هو صهر ونعملت العمليات من البداية، هذا ما في أي مشكلة. الدول العظمى بتشتري الحديد القديم علشان تعيد تصنيعه، لأنه بإعادة التصنيع يتم إزالة الشوائب بشكل أكبر، ويقوى الحديد ويكون أكثر قوة وأكثر صلابة وأكثر جودة. وطبعا لما أنا أقول حديد التسليح هنا أقصد قضبان الفولاذ، اللي هي مادة أخف من الحديد، أقوى من الحديد، أكثر قدرة على مقاومة الصدأ، ولا أقصد الحديد العنصر الكيميائي في الجدول الدوري.